إلينا من الخليل دكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل. أهلا بك دكتور بلال. التصعيد الذي يجري في الضفة الغربية، اقتحامات، استهدافات بشكل متكرر، غارات بطائرات مسيرة، على ماذا تراهن إسرائيل في هذه المقاربة التي تتبعها مع الضفة الغربية على الرغم من كل التحذيرات، سواء كانت إسرائيلية داخلية أو حتى أمريكية، من احتمالية تفجر الأوضاع هناك؟ يعني هناك أطراف داخل إسرائيل تعول على إمكانية أن تكون هذه الضربات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من منطقة في شمال الضفة الغربية على وجه التحديد أن تخلق نماذج أو أن تكون نموذجا لحالة الضنك في الحياة لأولئك الذين قد يقدموا أو تخرج من بينهم يعني جماعات أو أفراد قادرون على أن ينخرطوا في أعمال نضالية ضد الاحتلال الإسرائيلي. من الواضح جدا أن طبيعة الاستهداف الآن في الشهور الماضية ليست استهدافا فقط لتلك البؤر أو الخلايا التي تعمل عسكريا داخل بعض المناطق في الضفة الغربية، وإنما استهداف لكل المحيط ببنيته التحتية والمدنية واستهداف ذويه ومحاولة التضييق عليهم، بمعنى تحميل أكبر قدر أو أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين أثمان أي أعمال نضالية تخرج من الضفة الغربية. وهذه سياسة واضحة من الاحتلال الإسرائيلي، ليست بالجديدة، كانت موجودة في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لكن إعادة إنتاجها الآن في ظل الصور الموجودة من قطاع غزة في أذهان كل الفلسطينيين هي محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لردع بقية الفلسطينيين عن الانخراط في هذه المواجهات. السؤال يبقى هنا، هل هذه السياسة ناجحة أم لا؟ الإجابة من شقين، أولا أن الضفة الغربية أو المناطق التي تواجهها الآن إسرائيل في الضفة الغربية هي تلك المناطق التي دفعت أثمانا باهظة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تحديدا نابلس وجنين، ومع ذلك يخرج من بينهم أولئك الذين يعني يبدو استعدادهم للانخراط في هذه الأعمال النضالية. المسألة الثانية أنه خلال مراقبة الضفة الغربية في الأشهر الماضية ليس من الواضح أن إسرائيل من خلال هذه السياسات قد نجحت في ردع بقية الفلسطينيين من الانخراط في أي أعمال مناوئة للاحتلال الإسرائيلي، وما نراه هو العكس تماما، من أن الدائرة تتسع من جنين إلى نابلس إلى طول كرم إلى وسط الضفة الغربية إلى جنوبها، بل أن التنامي ليس في العدد وفي الاتساع الجغرافي، وإنما حتى في نوعية الأداء العسكري من خلال الانتقال من استخدام أدوات مدنية إلى استخدام أدوات عسكرية. لذلك يبدو أن هناك حال من الإرباك في كيفية التعامل مع الضفة الغربية، حال من الارتباك في كيفية التعامل مع ولكن الضفة هل الغربية من ترى قبل فقط الاحتلال بأن الإسرائيلي. الهدف الأساسي من هذه المقاربة هو هدف الردع، لأنه بالنظر إلى السياسة التي تبنيها إسرائيل على تدمير البنى التحتية في كل المناطق التي تدخلها في الضفة الغربية، إضافة إلى الحديث عن توسعة المستوطنات بشكل كبير وبناء مستوطنات جديدة، وأيضا نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في مقابلة اليوم مع العربي ذهب أبعد من ذلك وقال بأن الهدف هو تهجير أهالي الضفة. هذه نقطة مهمة، علينا أن نتعامل مع أن الاحتلال الإسرائيلي يضع دائما أهداف آنية وأهداف بعيدة المدى، إذا ما استطاع تحقيق الآني منها بمعنى وأد الحالة النضالية فهذا بالنسبة له إنجاز، وإن استمر في ذلك وخلق حالة من يعني من حالات انعدام مقومات الحياة داخل المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية بحيث تصبح بيئة طاردة، هذه مخططات معلنة، نحن لا نتحدث الآن عن أشياء يعني نستنتجها من السياسات الإسرائيلية، هي مخططات مكتوبة ومعلنة وليست من خارج الدائرة الحاكمة في إسرائيل. هذه المخططات في عام 2017 كانت برنامجاً لسموتريتش لكنها اليوم سياسات، لأن سموتريتش أصبح جزء من الحكومة الإسرائيلية الحالية وصانع قرار فيها، وهو الشخص الذي تولى الكثير من المهام في الضفة الغربية تحديدا في قطاعي أو يعني يؤثر بشكل كبير في قطاعي التمدد العمراني والزراعة. وإن كنا نتحدث عن الضفة الغربية، إذا ما تم تقويض هذين القطاعين وتقييد التمدد العمراني الفلسطيني، وهذا بدأ بالمناسبة في كثير من المناطق، يعني ربما رصدتم على هذه الشاشة مثلا كيف تم يعني الحد من التوسع العمراني في مناطق بي والتي يفترض أنها مناطق خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية، هذا جزء من عمليات حصر الفلسطينيين في أضيق بقعة جغرافية ممكنة وتحويل البيئة الفلسطينية إلى بيئة طاردة، ليس فقط من خلال الفعل العسكري وإنما من خلال التضييق الاقتصادي ومن خلال الكثير من السياسات التي تحول دون إمكانية استمرارية الفلسطيني في نمط حياة طبيعية. يعني من الممكن الآن أن يعني أسرد لكم مجموعة من الشواهد من الأمثلة على كيفية تحويل
البيئة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى بيئة طاردة لجهات وقطاعات بعينها، وتحديدا فئات الشباب. يعني أولئك الذين مثلا سيقدموا على دراسة جامعية في هذه المرحلة، يعني لن يفكروا في خيارات فلسطينية بقدر ما سيفكروا في خيارات خارج الوطن، بحكم انعدام إمكانية أن يكون هناك استقرار في الحياة في هذه الفترة. حتى لو كانت الأعداد محدودة، إسرائيل تفكر على المدى البعيد في كيفية تحويلهم إلى طيب فئات طامحة ولو كان مؤقتا، لكن على أقل تقدير هذه الرؤية الإسرائيلية هي التي تحاول تنفيذها في هذه المرحلة. ما الخيارات المتاحة الآن في ظل كل هذه العوامل والظروف التي ذكرتها للفلسطينيين لمنع تنفيذ هذا المخطط الإسرائيلي في الضفة؟ أن لا يخرج علينا المسؤولون الفلسطينيون ليصفوا لنا الحال. يعني كفلسطينيين الجميع يرى ويشهد ويراقب ويحتك ويتأثر بهذا المشهد، وبالتالي على القيادة الفلسطينية، وحين أقول القيادة الفلسطينية القيادة برمتها، بمنظمة التحرير، بفصائلها، بفصائل المعارضة، إنجاز التعبير، بكل هذه الفصائل، عليها أن لا تكتفي بوصف الحال. يعني القول بأننا مقبلون على سياسات إسرائيلية هدفها التهجير، هدفها التقييد، وهدفها تقليص وجود بصلاحيات السلطة الفلسطينية. وهنا أنا لا أشير إلى مقابلة الهندي تحديدا، وإنما أشير إلى كل الخطابات الفلسطينية فيما يتعلق بالضفة الغربية، هي خطابات وصف الحالة. على الفصائل الفلسطينية أن تكون صادقة مع نفسها ومع جماهيرها، تلك التي اجتمعت في أكثر من مرة وفي أكثر من عاصمة، آخرها في بكين، للقول بأن لديهم برنامج وطني لكيفية التعامل مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي. عليهم أن يتداعوا، ليس بوسعنا نحن المراقبين والمحللين أن نجترح الآن مسارا وطنيا جديدا يواجه كل هذه التحديات. على أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا في مراكز صنع القرار في حركات تحرر وطني، أن يعيدوا تعريف أنفسهم فعلا كحركات تحرر وطني فلسطيني، وليسوا كزعماء في أحزاب سياسية. لأنه ما نشهد الآن هو عملية تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، والتمسك بخيارات المؤسسات الرسمية في ظل انهيار وتهاوي الحالة الفلسطينية إلى الحد الذي لم تعد فيه المؤسسة الرسمية الفلسطينية قادرة على تنفيذ أي شيء تجاه المواطنين إلا بالحد الأدنى الذي لم يبقي لها أي مبرر من وجهة نظر الكثير من الفلسطينيين. لذلك إذا لم تتداعى هذه الفصائل الفلسطينية لتطرح برنامجا وطنيا مشتركا للتعامل مع الأخطار على أنها ليست أخطارا للضفة، على الضفة الغربية أو غزة فحسب، وإنما على الفلسطيني أينما كان الفلسطيني. هذه الأمور ناقشت بالمناسبة مرارا من قبل الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وقد تم التوافق على برنامج وطني قبل سنوات لكنه لم يفعل. قد تم التوافق منذ عام 2005 على أن يكون هناك إطارا قياديا موحدا، فعل لفترة وجيزة ومن ثم انتهى. قد تم التوافق على إصلاح منظمة التحرير. هناك الكثير من القضايا التي يجب أن يواجه المسؤول الفلسطيني بها أيا كان هذا المسؤول، وإن إحالة المسؤولية من طرف إلى طرف لن تغير من الواقع شيئا. شكرا لك من الخليل دكتور بلال الشوبكي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل، على هذه المشاركة معنا.